السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بمتابعين الكرام، متابعين قناة التوأم فود. إن شاء الله تكونوا بصحة وخير وسعادة ورشاقة وراحة بال. عملنا النهاردة المشروب المشبع الصحي، مشروب الكاكاو بجوز الهند. إن شاء الله تجربوه ويعجبكم. حلو معانا في الدايت وحلو للأطفال، مغذي، بس نحط لهم العسل النحل. الأطفال لينا احنا في الدايت نحط سكر دايت، او ممكن نشربه بدون سكر، اللي زي كل واحد حسب ما هو متعود. ممكن ناخده معانا في الشغل او في الجامعة، بس نحطه في ازازة بلاستيك في الفريزر من قبلها بيوم، على حد ما نفطر كده ويجي ميعاد السناك يكون هو فك وعادي ونشربه ان شاء الله. احنا بس بنحب نعمل افكار عشان لما نبقى بره ما نبقاش بس ناكل اي حاجة مش صحية. ان شاء الله تجربوه. جربنا على الفيسبوك يوميات التوأم فود، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. صحة وهنا. مقادير معانا: كوباية لبن، ومعلقة كاكاو خام يكون بدون سكر صغيرة، ومعلقتين جوز الهند صغيرين، وممكن نحط معلقة عسل للأطفال لو لينا للدايت نحط سكر دايت، او احنا لينا معلقتين عسل في اليوم للدايت. بناخد واحده الصبح على ميه بعسل بليمون اول ما نصحى بعد كوبايتين الميه الفاترين، فدي المعلقه ممكن نحسبها المعلقه الثانيه لينا في اليوم. هنعمله ازاي دلوقتي؟ هناخد معلقه الكاكاو، اللي حابب يعمله بارد يعمله، اللي حابب يغليه ويشربه سخن، كل واحد حسب ما بيحب يشرب الحاجه ازاي. بس الحاجه وهي معلقتين جوز الهند. لما يكون المشروب ساقع ممكن نحط معلقه عسل كمان. لما نشرب اي حاجه ساقعه فدي حاجه بتعلي الحرق جدا معانا، عشان الجسم بيتعب قوي عشان يدفي نفسه. المشروب ده حلو قوي وبيشبع ومفيد جدا للاطفال، بيديهم طاقه. هنقلبه كويس قوي. فكرة حلوة برضو ان احنا ممكن الناس اللي بتبقى في الشغل او في الجامعة ومش عارفة تاخد معاها اكل ايه، المشروب ده بيشبع لمدة ساعات طويلة. بس نحفظه ازاي ان هو ما يبص مننا؟ ممكن نعمله من بالليل ونحطه في ازازة بلاستيك في الفريزر، ناخده معانا الشغل الصبح على لحد ما يجي وقت السناك يكون فك ونشربه. يعني من الافكار ان الواحد يحاول ان هو يدور على اي حاجة صحية ويعملها، ما يحتاجش ان هو ياكل اي حاجة من برة ويبوظ الدايت. لو الواحد بدأ يومه صح هيفضل ماشي طول اليوم صح، لكن لو كل اي حاجة مسكرة الصبح فهيخش خلاص سكر الدم بيعلى، يخش في دايرة الجوع وخلاص، وجسم بيخزن دهون ما بيعرفش يسيطر على نفسه طول اليوم. ما فيش حل غير انه بقى ينام ويصحى تاني يوم يظبط نفسه. هفضل اقلبه كده كويس. طعمه حلو قوي، بيشبع لمدة ساعات طويلة. طبعا الكاكاو معانا في الدايت وسعراته يعني ملوش سعرات، بيشبع حلو. جوز الهند برضو سعراتها حلوة قوي، قليلة جدا وبتشبع حلو قوي. قلبناه كويس كده، نصبه بقى. ان شاء الله تجربوه. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. صحة وهنا.